ما لا تعرفه عن محمد بن سلمان ولي العهد الأصغر في تاريخ السعودية. أهلا بيكم في حكاية جديدة من عين مصر. اتولد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود سنة 1985 بمدينة الرياض في السعودية، ويعتبر الابن السادس للملك سلمان بن عبد العزيز، وأمه هي الأميرة فهدة بن فلاح بن سلطان. الأمير محمد تقدر تقول عليه كده إنه كان ولد دحيح، فتعلم في مدارس العاصمة في الرياض لدرجة أنه كان من ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة في الثانوية العامة، ولما كبر حصل على بكالوريوس القانون من جامعة الملك سعود. فكرك بقى أنه يعدي السنين كده هباءً؟ تخيل يا سيدي أنه طلع التاني على دفعته من كلية القانون والعلوم السياسية، ولما تخرج اشتغل في عدد من الشركات التجارية. كمان حصل محمد بن سلمان على جوائز، منها جائزة شخصية العام القيادية لدعم رواد الأعمال لسنة 2013، والجائزة دي بتكون من مجلة فوربس الشرق الأوسط، وبصفته أنه رئيس لمجلس إدارة مركز الملك سلمان للشباب. تعرف أن الأمير محمد اتجوز من بنت عمه الأميرة سارة بن مشهور بن عبد العزيز آل سعود، وعنده 4 أولاد هم سلمان، مشهور، فهدة، ونورة. ومراته الأميرة سارة مش بتحب تظهر في أي صورة أو أي فيديو، وده بناء على رغبتها الشخصية. لكن قصة ولي العهد ابتدت في سنة 2017 لما اختير الأمير محمد بمنصب ولي العهد بعد إقرار هيئة البيعة السعودية، وده بعد إعفاء ابن عمه ولي العهد وزير الداخلية محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، يعني بقى وزير الدفاع وحاكم السعودية. لكن دخول الأمير في السياسة كان قبل التاريخ ده، ففي 2007 اتعين مستشار بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي، اللي اتنقل منها بعد كده إلى إمارة منطقة الرياض، وتعين مستشار خاص لوالده أمير منطقة الرياض في 2009. وفي 3 مارس 2013 صدر أمر ملكي بتعيينه رئيساً لديوان ولي العهد ومستشاراً خاصاً له، ومشرف عام على مكتب وزير الدفاع الأمير سلمان. وفي 29 إبريل سنة 2015 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً ينص على اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، وتعيينه نائب تاني لرئيس مجلس الوزراء، ووزيراً للدفاع، ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. خلي بالك إن وصفته مجلة ذا إيكونومست في تقرير لها إن هو سبب قوة عرش والده الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ومن أول ظهور للأمير محمد في شغله الحكومي عمل توجيهات انفتاحية ومختلفة عن اللي سبقه من قادة المملكة. فشهدت السعودية خلال فترة ولاية عهده السماح للمرأة السعودية بالقيادة ودخول الملاعب الرياضية وتفعيل هيئة الترفيه، وقال إن السعودية بتحاول تكافح التشدد الديني داخل الدولة. كمان كان ليه دور كبير إنه عارض الاتفاق النووي الإيراني وهدد بتطوير السعودية قنبلة نووية، وأطلق خطة رؤية السعودية 2030، وهي خطة ما بعد النفط، ودي خطة هدفها إن تخلي الاقتصاد السعودي يركز على الاستثمار وعدم اعتماده على النفط كدخل أساسي ووحيد. يعني السعودية مش هتجيب فلوس بس من النفط، لا ده كمان من الاستثمار في قطاعات كتير. يا ترى كنت تعرف الإنجازات دي لولي العهد السعودي؟ قولنا رأيك في الكومنتات، واستنونا في حكاية جديدة من عين مصر.